أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب عمق علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة وتميزها في مختلف المجالات استنادا على ما يربط بين البلدين من روابط تاريخية ممتدة. وقالت إن العلاقات بين البلدين الشقيقين تشهد زخما وقوة في ظل اهتمام ورعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة. ونوهت إلى أن التعاون البرلماني بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة يشكل أحد أبرز أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في ظل ما يجمع بينهما من تفاهم وتنسيق مشترك تجاه العديد من القضايا العربية والإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن هناك حرص متبادل بين البلدين على بناء نموذج متميز للتعاون البناء والمثمر الذي يعود بالخير على البلدين والشعبين بين الشقيقين. جاء ذلك خلال لقاء معالي رئيسة مجلس النواب مع معالي السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي على هامش مشاركة وفدي البلدين في المنتدى الدولي لتطوير النظام البرلماني المنعقد حاليا في العاصمة الروسية موسكو وبحضور أعضاء الوفدين النيابيين. وخلال اللقاء أكدت معاليها أن مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة يضطلعان بدور هام في دعم ومساندة قضايا الأمة العربية، لا سيما في ظل الوضع العربي الراهن الذي تواجه فيه الأمة العديد من التحديات التي تتطلب مزيدا من التكامل والتعاون والتنسيق المشترك على المستوى العربي. وأشارت إلى تطابق الرؤى بين البلدين الشقيقين على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الدول العربية كأحد المرتكزات الرئيسية لتفعيل منظومة العمل العربي المشترك في مواجهة الأخطار المحيطة بالمنطقة وفي مقدمتها الإرهاب الذي يمثل تهديدا مباشرا لأمن الدول العربية وسلامتها الإقليمية وترابها الوطني. من جانبه أشاد السيد الحبيب المالكي بمدى التميز الذي تشهده علاقات البلدين الشقيقين في ظل الرؤية المشتركة والتفاهم والمحبة التي تجمع بين قيادتي البلدين، مشددا على موقف المملكة المغربية الثابت الداعم لحق مملكة البحرين في الحفاظ على سلامتها واستقرارها، كما أشاد بالموقف البحريني الراسخ والثابت الداعم لحقوق المملكة المغربية في الصحراء المغربية. وأكد حرص المملكة المغربية على تعزيز علاقات التعاون التي تجمعها بمملكة البحرين وتنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، موجها الدعوة لمعالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب لزيارة المملكة المغربية وتفعيل لجان التعاون والصداقة المشتركة التي تجمع بين البلدين. العلاقات الثنائية بين الشعبين، بين القيادتين وبين البلدين، يعني علاقات حميمية لأنها ترتكز على الأخوة وترتكز كذلك على الصداقة والدفاع عن القيم المشتركة والمصالح المشتركة. فهذه المناسبة على هامش الملتقى الدولي المنعقد بمدينة موسكو من طرف مجلس الدوما، يعني مناسبة لتجديد العلاقات والالتزام دفاعا عن قضايانا المصيرية، وذلك راجع لتاريخ مشترك، لثقافة مشتركة، للغة واحدة ولدين واحد. وبالتالي نعتبر بأن الزيارة المقبلة إن شاء الله قبل نهاية السنة للأخت الرئيسة ستكون مناسبة للتوقيع على اتفاقية التعاون لأول مرة في العالم العربي بين المؤسستين التشريعيتين، وبدون شك ستفتح آفاق جديدة مستقبلا إن شاء الله.